ينصح سنويا بزيارة طبيب المسالك البولية للكشف الإكلينيكي بالإضافة إلى تحليل مؤشر البروستات في الدم، وينصح سنويا عمل ذلك من بعد سن 50 سنة إلى سن 75 سنة. قد نبدأ بالكشف المبكر وعمل ذلك في سن 45 سنة لمن يكون لديه قريب من الدرجة الأولى مثل الأب أو الأخ يكون مصاب بسرطان البروستات في سن أقل من 65 سنة، أي يتم اكتشافه ما قبل 65 سنة.